بكم في دنيانا في حلقة جديدة من العاصمة المصرية القاهرة، حلقة تتناول موضوع الرواية العربية مع روائيات من العالم العربي. هل الرواية اليوم باتت تأريخا للواقع؟ وهذه ستكون محور نقاشنا الأول. أما محور نقاشنا الثاني فسيكون عن الرقابة الذاتية والمجتمعية وأحيانا كثيرة الرقابة الرسمية على الرواية، ومدى تأثير هذه الرقابة المتعددة الأوجه والمتنوعة على مضمون هذه الرواية. قلنا إن الحلقة مع روائيات من العالم العربي، وهن زينب حفني من السعودية، أهلا بك، منصورة عز الدين من مصر، ورولا خالد غانم من فلسطين. نبدأ بالتعرف عليكن. زينب حفني، قلنا إنك من السعودية، أنت روائية، في التعريف أيضا هناك إشارة إلى أنك شاعرة، ولكن قلت يعني من زمان تركت الشعر. كاتبة قصة روائية سعودية صدرت لك عدة 14 إنتاج أدبي. 14 إنتاج أدبي، غالبيتهم من الروايات، ثلاثة مجموعات قصصية والباقي روايات. ويعني هل من إضافة كي يتعرف الناس عليك أكثر؟ والله أنا أول من كتب عن المسكوت عنه، يعني أعتبر أنا رائدة في كتابة المسكوت عنه. كنت أول من خلال مجموعة القصصية نساء عند خط الاستواء تحدثت في هذه المجموعة عن دور المطالبة بحقية المرأة في دخول البرلمان أو مجلس الشورى، وتسببت لك هذه بملاحقة، وأيضا طلبت بقيادة المرأة للسيارة، وطلبت بحقية حضانة المرأة لأطفالها، ودفعت الثمن. لكن اليوم الكتاب يعتبر عادي في السعودية. اليوم الثمن غالي، بناتي من الكتابة مدة 3 سنوات، كانت 5 سنوات وقلصت إلى سنة ونصف يعني. وأيضا مناتي من السفر. نعم. هي حملة من رجال الدين عليك؟ والله هي يمكن أكثر كانت مجتمعية. مجتمعية. يعني كانت الصدمة كبيرة، يعني جرعة كبيرة يعني. والحمد لله مش الحال اليوم. أهلا بك زينب. أهلا بك. سنتعرف أكثر على هذا الإنتاج في خلال هذه الحلقة. منصورة عز الدين، أنت من مصر، وأنت أيضا روائية صحفية، درست الصحافة والإعلام في كلية الإعلام، ولديك أيضا العديد من الإصدارات. 7 كتب. 7 كتب روائية أيضا. لا، 3 مجموعات قصصية و4 روايات. عندما نتحدث عن المجموعات القصصية، ما الفرق بينها وبين الرواية؟ يعني أظن هي في المزاج، الكتابة نفسه، يمكن القصص بتبقى بتركز على لحظة معينة أو زاوية معينة بنشوف منها العالم. الرواية بالنسبة لي بتديني مساحة أكبر للتأمل وللكتابة والمقاربة موضوعات أوسع. وأنت روايتك قريبة من الواقع؟ لا، هي بتمزج الخيال أو التخيل بالواقع، فيها بعض الغرائبية أحيانا. في جبل الزمرد مثلا كان في لعب مع ألف ليلة وليلة، ومحاولة كتابة نص مضاد لألف ليلة وليلة. أهلا بك منصورة. رولا خالد غانم، أنت من فلسطين. يعني سمعتك تقولين لزينب قبل أن نبدأ التسجيل أنك يعني دخلت غمار الرواية ليس من زمن بعيد، منذ سنتين. بقرار أم لا؟ أنا أكتب المقالة والخواطر منذ الصغر يعني. لكن وأنت تكتبين عن فلسطين، أنت من طول كرب. غالبا يعني روايتي الأولى فلسطينية بامتياز. أهلا بك. أهلا بك رولا. نشير إلى أنه ستكون ضيفتنا في الفقرة الأولى التي نطرح فيها مجموعة أسئلة حول مضمون الرواية، وهل تعكس واقعنا، هل عندما نقرأ هذه الرواية نفهم المجتمع الذي كتبت عنه، وهل هي واقعية أم تمزج بين الخيال كما قالت منصورة. ستكون ضيفتنا إذن روائية يمنية اسمها سهير سمان، نستضيفها في الفقرة الأولى. ونشير أيضا إلى أنه في فقرتنا الثانية حول الرقابة نستضيف الكاتب المصري أحمد ناجي الذي سجن ولوحق، وما زالت هناك قضية تحت عنوان خدش الحياة العام. نستضيف سهير السمان بعد هذا التقرير.
سهير سمان، أهلا بك. أنت كاتبة روائية يمنية من تعز، وشغلتي منصب مدير إدارة النشر في الهيئة العامة في صنعاء، ولك كمان مجموعات قصصية. نعم. وروايات؟ لا، روايات ما زلت أكتب الآن. رواية ستكون عن الحرب والأحداث الموجودة في اليمن إن شاء الله. أهلا بك. وأنت من عائلة سمان، ويبدو لك امتدادات في أكثر من دولة. في الشام خصوصا. في الشام وفي فلسطين كما قالت. على كل، نرحب بك. موضوعنا الأول حول الرواية، قلت إنك تكتبين رواية عن الحرب. نعم. وبالتالي نذهب معك بسؤالنا الأول، هل الرواية العربية اليوم هي انعكاس الواقع؟ في نظري نعم، وخصوصا في الآونة الأخيرة اتجه كثير من الكتاب إلى أن يوظفوا الواقع في كتاباتهم الروائية والأحداث القصصية بشكل عام، وخصوصا الأحداث الأخيرة. أنا على ما أرى في الكتابة اليمنية والكتاب اليمنيين سواء كان شعرا أو سردا، ألاحظ كثير من الشعراء من الكتاب والأدباء أصبح الواقع هم ما يتمثلوه. زينب، يعني هل أنت قلتي تركت الشعر؟ ولكن الآن بس أريد أن أعقب على الكلمة اللي قالتها. أنا بؤمن دائما بأنه الروائي ما لازم يكتب في لحظة انفعال. يعني إحنا اليوم يعني الحرب القائمة في اليمن، صعب أن أنا أكتب رواية وهي ما زالت قائمة. كثير من الأدباء كتبوا روايات بعد فترة، ليه؟ لأن الرؤية بتوضح أكثر. أنا تحدثت عن القصص وليست الروايات. لا، أنا تحدثت عن أصبح الواقع. أصبح الآن الواقع هو الذي يحرك الكاتب ليكتب عنه، يعني صحيح، خصوصا صحيح. القصص القصيرة التي هي وليدة اللحظة. لا، أنا بتكلم عن الرواية، فأنا قلت إنه دائما الرواية. نعم. ما أقدر إن أنا أكتب رواية صحيح. ولسه أنا عايشة في الحدث نفسه. نعم. لأنه الصورة ما تكون مكتملة عندي. نعم. لما تنتهي الصورة وأبدأ صحيح. انفعالي ينتهي، أبدأ أكتب الأحداث صحيح. لأني أنا ما أعرف تطويرها لسه. نعم. أنا بؤمن بالنقطة دي. يعني هل لها علاقة بالعواطف؟ يعني يكون على التماس مع الموضوع؟ لأنه دائما الروائي الكاميرا اللي في عينه، لو هو كتب في لحظة الانفعال العاطفي ما حتطلع رواية متكاملة. وجهة نظر طبعا، أحترم وجهة نظرها. لازم الرؤية تكون بعيدة عن الرواية علشان أنا نفس المبدأ هي أصدقائي. يعني أشوف الصورة متكاملة. نعم. يفضل بعد انتهاء المرحلة. أي ما رأيك؟ مثل الأدب السوفيتي يعني كتب بالزبط. عن الحرب بالزبط. الكونية بالزبط. الثانية بالزبط. يعني كان زي اللي كتب وأحلم استغني نفس الحكاية تقريبا. تحدثت عن الموضوع هنا، قالت أنها لا تستطيع أن تكتب عن أي رواية الآن، لأن الأرض العربية مشتعلة ولم تنتهي أحداثها إلى الآن. ولكن أنا أقول فقط عن القصة، أنا أتحدث عن القصص القصيرة. يجب أن تشبه الرواية هذا الواقع؟ يعني أظن أن إحنا لما بنطالب الرواية أنها تكون مجرد انعكاس للواقع، ده تحجيم من الرواية. طبعاً. الرواية ممكن تبقى متنوعة وثرية، يعني ممكن تقدم مجاز الواقع وليس مجرد رصد أو وثيقة للي بيحصل. يعني ممكن تعيد اختراع واقع بديل، بس حتى لما بتعيد اختراع الواقع وبتعمل عمل تخيلي بيبقى نقدر من خلال إعادة الاختراع دي قراءة الواقع بتاعنا، بنشوف مجازه. وأظن أن ده أحيانا ممكن بخلينا نشوف الواقع بطريقة أفضل وليس مجرد الرز والتوثيق. يعني مثلا إحنا دلوقتي عايشين في معركة والأمور متسارعة جدا، بنشوف في المقالات كتب يوميات ومذكرات، وبنشوف في تلفزيون وأفلام وثائقية. أظن أن دور الرواية أبعد من ده. في روايات كتير صدرت في الفترة اللي فاتت ما تفرقش كتير عن اللي احنا متابعينه واللي احنا عارفينه. بالظبط اللي بقوله. يعني أظن كأنه عبارة عن مقال موثق فقط. يعني زينب فقط إنه ولكن الرواية لها حبكتها. حبكتها الحبكة غير يعني. الرواية قد تكون أيضا لحظة معينة، لحظة انفجار الحرب أو أسباب الحرب. نعم، يعني قد تكون بهذا الشكل. لا، يعني لا ننتظر فقط أن تنتهي الأحداث نهائيا، الحياة لا تنتهي أحداثها.
ولكن قد تكون الروايه تنبؤ بالمستقبل. قد اظن ان في تنبؤ بالمستقبل، ان قد يستشرف الكاتب ما سيحدث او ما سيكون. والبعض يقول انها عنده استقراء، والبعض يقول انها رصد للواقع، وبالتالي ليست مجرد رصد. اظن ليست مجرد رصد. يعني انا يعني انا لو كتبت رصد للواقع انا مؤرخه او باحث. باحث او مؤرخه تاريخ للواقع. يعني عندما تقرئين حتى الادب السوفيتي، تحدثي عن الادب الروسي عفوا، عندما يقرا هذا الادب تفهم الواقع في تلك الفتره. نعم. الرواية كتبت بعدها بفترة، مو في خلال الأزمة نفسها. يعني دي الروائي يستفيد من التاريخ، هو الفيصل حاجة، لكن ليس يعني مؤرخا يستفيد من التاريخ. الرواية يستفيد طبعاً. هو التاريخ مادة خام، تعتبر هي يعني مادة خام للكاتب، فيقوم بتشكيلها يعني أنا مرة يعني كيفما يرى. كتبت وقلت لو كل حاكم قرأ ما يكتبه الروائيين بلاده يعني كان استغنى عن التقارير اللي بيكتبوه له هي الوزراء. لا ولا ولكن ولا. انت قلتي انك تحدثتي في الممنوع. صحيح صحيح. يعني انا يعني اخذتي من رواياتك، اخذتي من الواقع ماده لرواياتك. لا بس انا سبقت الواقع. ما هذا لا يمنع. يعني انا سبقت الواقع لما تحدثت عن قياده المراه للسياره، تحدثت عن دخول المراه للمجلس الشورى، تحدثت عن حضانه المراه لابنائها، انا سبقت الواقع، ما كان لسه ده شيء موجود. لها هدف اصلا. ويمكن ده اللي سبب الصدمه الشديده هو يعني أنا مع زينب في نقطة قالتها من شوية، أن المفروض يبقى في مسافة بين الروائي وبين الحدث الكبير اللي ودي على فكرة ده من مبادئ نجيب محفوظ. لكن أضيف عليها كمان أن ممكن تبقى المسافة زمنية وممكن تبقى مسافة وجدانية. يعني بعض الكتاب، ودي حالات نادرة جدا، ممكن أن هم بيبعدوا نفسهم وجدانيا عن الحدث ويكتبوا عمل روائي بس اللي يكون كل مره مختلف. يعني كمان بعض الاحداث بتبقى عمليه مستمره وممتده، فبتحتاجي وقت علشان تشوفي هتخلص ازاي، هترسى على ايه. صحيح صحيح. وانت يعني عن فلسطين كتبتي عن اللاجئ وعلاقته بمدينته. طبعا. هل الروايه عندما تقرا نفهم مرحله ما؟ ربما يعني الرواية هي عبارة عن مزيج ما بين الواقع والخيال. ممكن أنا أتناول، أنا صاحبة قضية طبيعي إني أتناولها، بعدين الكاتب ابن بيئته يعني صحيح. مش هيبعد كتير يعني إلا يتناول قضايا موجودة على الأرض. يعني واقع اجتماعي بيمزجها مع الخيال، ممكن اجتماعي اقتصادي بيمزجها مع الخيال. هذا الفرق بينه وبين المؤرخ. الكتابة النسوية الكتابة النسوية العربية أنا أراها أنها تنحو منحى واقعي أكثر من كتابة الذكور، حيث أن المرأة تحاول أن تصور واقعها الذي يظلمها والعادات والتقاليد التي تحاول الفكاك منها. بس يعني فهي قد تصور يعني قد ينحو بس أنا ماني معاك في النقطة دي، لأنه إحنا ما وصلنا لمرحلة النسوية. إحنا ما زلنا في الكتابة النسائية. أنا فاهمة النسوية لسه، إحنا بينا لسه مراحل. النسوية دي فصل بين الذكر والأنثى. أنا أقول أنا ليس تقصير، أنا أقول أن المرأة عندما تكتب أنا أقول عندما تكتب المرأة لا تكتب بالخيال الذي يكون عند الرجل، هي تكتب من الواقع. منصورة تكتب بالخيال. لا بس أنا عايزة أقول حاجة، إن يعني مهما أوغل الكاتب أو توغل في الخيال، لماذا ليس للمرأة خيال؟ خيال بس هي تعبر عن واقعها أكثر. لا أنا عايزة أقول بس يعني أوضح نقطة، لما نتكلم عن كتابة حتى فانتازية أو غرائبية أو تخيلية بشكل كامل، مستحيل تكون منبتة الصلة بالواقع. نعم. لازم بتنطلق من نقطة ما من الواقع وبتكمل عليه طبعًا. أو بتهدمه وبتعيد تركيبه من جديد. هي الحياة يعني الواقع أصلاً كل وقت موجود بشكل أو بآخر. تعيد تركيبه من جديد يعني تعيد صياغة الوقائع. ممكن يعني حتى لو ما بتعمل عالم متخيل يعني تماماً، بتبقى بتحتاج الشخصيات دي من ملاحظاتها في الواقع، من صحيح. التفاصيل، من فلسفة الواقع زي ما هي بتشوفها. الروائي صاحب وبعدين رسالة يختلف يعني شوفي كل كاتب أو كل روائية وروائية لها. يعني مثلا أنا أكون بحلم برواية بشخصيات معينة، يمكن أنا من ضمن الأشياء اللي خلت أني أنا يعني دايما يعني وهاجم يعني كثير في رواياتي، أن أنا بحط أرسم الشخصيات، بخلي الشخصيات هي اللي تقود نفسها
وبنسى أنا القيم المبادئ المسؤولة تربيت عليها، وأخلي كل شخصية تلعب دورها. أعطينا مثل، أعطينا مثل تحديدا يعني من الرواية التي لحقت من وراها و حصلت ضجة، منعتي من السفر ومنعتي من لا الكتابة. شوفي روايتي ملامح كانت بتتزور هنا على الأرصفة، روايتي ملامح، يعني كنت كل ما قابل أحد في معرض الكتاب يقول لي أنت صاحبة ملامح، أنت صاحبة ملامح. وصلت بي الجرأة إلى الأعلى. ليه؟ لأني كتبتها في مناخ حر، أنا كتبتها في لندن. هذا السبب. كنت جالسة في الستاربكس وأكتب والنازلة المطرة وبكتب، وأنا مع يعني فكرة المجتمع السعودي دي منسية، وكتبت طلعت رواية يعني كسرت الدنيا يعني. لازم يكون جريء الكاتب إلى اليوم يعني، لازم يكون لدرجة إني لما قابل لي ناس يقول زينب روايتك بتتزور على الأرصفة، أقول لهم مش مشكلة. قولي هيدا موضوع بالعكس عادي، أنا مش ضد إنها تكون على الأرصفة، يا ريت، أنا بحب روايتي تكون على الأرصفة، مش موجودة على الأرصفة، أنا حاطينها يعني بالعكس تنتشر أكثر. ما هو الوحي يعني، من أين يستوحي الراوي الروائي مواضيعه إذا لم يكن من ما يعيشه؟ آه بالضبط، يعني طول الوقت أظن أن الكاتب الشاطر هو اللي بيقدر يستلهم أي شيء بيقابله، واللي بيفكر ككاتب 24 ساعة في طوال الأسبوع يعني. ممكن مشهد بسيط جدا ويبقى هامشي، ومجرد بنت أشوفها قاعدة ماشية قدامي في الشارع أبني عليها رواية كاملة. صحيح يعني صح. فكرة ماذا لو، يعني تفاصيل بسيطة جدا. والغريب أن الكاتب أحيانا بيمر بشيء ولا ينتبه ان الشيء ده ممكن يبقى ملهم غير بعد مده. اي صحيح. يكتشف ان مثلا مشهد معين او تفصيله بسيطه جدا من الطفوله او بعيده تماما، او يمكن حتى كلمه سمعها في الشارع عايشه معايا، فبيبدا يفكر فيها ويبني عليها ويركب. اظن ده يعني طول الوقت المهم ان الكاتب يبقى منفتح على اي حاجه قدامه، ان هو بيحاول يفكر فيها ازاي تحويلها لفن. وأنت رولا ماذا تقرأين؟ ليس ماذا تكتبين؟ تكتبين عن معاناة. أنا أقرأ في كل المجالات، بس بدي أعقب على اللي قالته. أنا بطل الرواية الأولى هو والدي فعلا، يعني كان عندي قصة موجودة تتداولها العائلة، وأنا زدت عليها خيال. ما كانت يعني هذه القصة؟ إيه قصة طويلة بصراحة، يعني خطف في سن معين، إحنا بتعرف نطف الخط الأخضر يعني، وكان الخط الأخضر هو بطل المكان هذا، بطل سلبي مشؤوم، لأنه كان شكل عائق يعني حال دون لقاء الأهل والأحبة، ومن ضمنهم عائلتي يعني. والدي حرم بيت أهله لأنه إحنا كنا في الضفة الغربية وأهله داخل حدود الخط الأخضر بسبب هذا الخط. أنا بنيت على هذا الأساس روايتي، فكان هو البطل، لكن عندي خيال في الرواية يعني تشعبت طبعا. أما خالد هو البطل في رواية الخط الأخضر. هو يعني نحن سألناك ماذا تقرأين، لأننا نتساءل هل الرواية مقروءة اليوم، هل القارئ العربي يذهب نحو للأسف الرواية؟ للأسف مجتمعنا لا جيل يقرأ الرواية اليوم إجمالا، مجتمعنا لا يقرأ، ولو كان يقرأ لما وصلنا لما نحن عليه الآن. لكن يعني ربما يتجهون بشكل عام يعني القراء إلى الكتب الدينية، لانه في مرحله الهزائم بيلجأوا للغيبيات. احنا بجيل الروايه، احنا الروايه مهووسين بالروايه، بيقرأوا الروايه، لكن يمكن في هاي المرحله بالذات بالتحديد يعني يمكن لجأوا كثير برضه للكتب كمان الدينيه. انا ارى في سواء كان في المعارض او في معارض النشر الدوليه، ارى ان كثير من الشباب يقتنون الروايات، ويشترون الشباب خصوصا الشباب بيطلبوا روايات. نعم الشباب يطلبون الروايات بشكل كبير، وخصوصا تلك العناوين التي تتبع الموضة يعني مثلا. صحيح. نعم في كتاب صدر اسمه أريد أن أقتل رجلا في معرض الإمارات، قل لي قد باعت منه ملايين. هو العنوان يعني نافذ. نعم. أريد أن أقتل يشد يجذب. هناك عناوين من غير مضمون، فالرجال فقط العناوين هي التي تجذب الشباب. هو كتاب لكاتبة جزائرية لا أعتقد كاتبة إماراتية. فالكتاب كاتبة جزائرية أخذت تقريبا نفس العنوان. فأنا أرى أنه أكثر الكتاب عن الشباب ضد الرجال. فالكتاب الشباب الآن أعتقد أنهم
يستخدمون تقنية الفلاش باك أو الفلاش ذا الموجود العنوان الجذاب. ربما أنت أثرتي نقطة مررنا عليها سريعا، تحدثتي عن الرواية النسوية وأنت كنت تقصدين الرواية التي تكتبها نساء المرأة. نعم. تعتقدين أن الرواية التي تكتبها المرأة وأنت واحدة منهن هي رواية عن المرأة حصرا؟ يعني أنا تريد أنا أن تقتل الرجل في روايتي؟ غالباً مظلومة، أنا غالباً مظلومة. أنا أتحدث عن الكاتبات اليمنية في الساحة اليمنية، يعني أرى أن النساء يكتبن أكثرهن عن الواقع اليمني التقليدي، وخصوصاً عن الرجل وعن مظلومياتهم في الحياة والحياة التقليدية بشكل عام. فهم يحاولون أثناء الكتابة كسر هذه العادات أو التقاليد أو تصوير الواقع بالصورة القاتمة، أيضا موجودة بشكل كبير في الكتابات النسائية اليمنية. فيعني فرضا معنا إنه جسدي لنبيلة الزبير، معنا نادية الكوكباني، مع أيضا عقيلات وصنعائي، في كثير من الكاتبات اليمنيات ينقلوا الواقع بالصورة القاتمة التي تعكس العادات والتقاليد بهدف كسرة، بهدف كسرة. نعم. وتحاول أيضا المرأة أن تثور من خلال كتابتها ضد الرجل وضد الأسرة بشكل عام، ضد الأب وضد الأخ وضد الزوج. فهذا يعني هو هل الواقع. المرأة الكاتبة اليمنية أجرأ في كتاباتها من في واقعها الاجتماعي ومحيطه؟ نعم، هي من خلال الكتابة تفرغ، يعني تفرغ مخزون من الاحتقان، نعم، من القهر والكبت خلال طوال سنوات عديدة. وهنا نسأل ما هو تأثير الرواية بهذا المعنى؟ يعني هل الرواية لها أثر على الناس تغير؟ طبعاً هي الأكثر تأثيراً. يعني أنا مثلاً في روايتي لم أعد أبكي، كانت من ضمن القصة إنه شاب خادم كان يشتغل في العيلة واحتدى على البنت وهي صغيرة، فجاتني سيدة كنا في مجتمع وجاتني تسلم علي بتقول لي أنا روايتك اشتريت منها 10 نسخ وهديتها لبناتي والحفيداتي علشان ياخدوا بالهم إنه كيف أهمية إنه الخادم ما يدخل البيت وياخدوا بالهم من أولادهم ويحترضوا على الاختصاص. جانب توعوي. نعم، هي بتوعي لها عدة أهداف. منصورة، يعني هل هي الوسيلة الأنسب والأكثر قدرة على التعبير بحرية؟ يعني تقول سهير أنه تفرغ المرأة اليمنية من خلال كتاباتها المخزون، يعني الاحتقان والقهر. يعني أظن الرواية المفروض تبقى أعقد من ده، يعني لو مجرد البوح والتفريغ المخزون ممكن يبقى خواطر أو كتابات بسيطة، لكن من ناحية تانية أنا عايزة أتكلم عن جزئية الرواية والتغيير. هل الرواية قادرة فعلا على التغيير؟ أظن أنها تقدر تغير وصعب أنها تغير في نفس الوقت. الموضوع إشكالي لأن الأدب عموما طريقته في التغيير طريقة بطيئة جدا، وعلى مستوى الأفراد بشكل شخصي. عن نفسي كشخصية وكطفلة صغيرة كنت مهتمة بقراءة الأدب، الأدب غير حياتي. لكن أنت شخصيا؟ أنا شخصيا، وأي قارئ جيد للأدب منذ الطفولة أظن هو بيتغير شخصيته وطريقة نظرته للعالم، طريقة رؤيته للعلاقات. غيرت أوروبا أصلا. لكن فكرة أن أوروبا في القرن التاسع كان لها تأثير كبير. لكن من ناحية تانية ما نقدرش نقول أنها تقدر تغير بشكل كامل، يعني بمعنى في الكتابة يمكن من 2011 لحد دلوقتي أنا طول الوقت مشغولة بفكرة تأثير الكتابة ودورها، فكرة عجزها بالنسبة لي عن أنها تنقذ حياة إنسان. لماذا من 2011 تاريخ التغيير في العالم العربي؟ التغيير في العالم العربي، فكرة بعد كده من 2012 عدد كبير جدا من الشهداء والعنف الحاصل والحروب، بتبقى الكاتب لو ما سألش نفسه إن هل دوره إيه في اللي بيحصل، هل ممكن الكتابة حتى لو كتب عن اللي بيحصل ده يقدر يغير ولا لا. أظن كتير من الكتاب في الفترة دي شعروا بالعجز، بعدم قدرتهم على التغيير بشكل واضح أو بشكل مؤثر. يمكن التغيير بيحصل بطريقة مختلفة عن كده، لكن في وقت الحروب ووقت العنف بيحس إن في إحساس باللا جدوى. يعني مثلا أفتكر جونتر جراس مثلا في السيرة الذاتية بتاعته اللي هي تقريبا عنوانها تقشير البصلة، بيتكلم إنه هو مراهق كان بيقرأ الرواية المشهورة كل شيء هادئ على الجبهة الغربية اللي هي ضد الحرب،
ومكتوبة بوحي الحرب العالمية الأولى، وكان بيحبها جدا ومتأثر بيها جدا، لكن في نفس الفترة كان بيحلم أنه يشارك في الحرب، وبيعلق على ده بيلض آلة تأثير الأدب، أنه هو نفسه القارئ المتأثر بالرواية بيفكر يحارب وعايز يبقى جندي. لكن من ناحية تانية أظن أن الرواية وقراءات جونتر جراس أثرت فيه، وإلا ما كانش كتب بالطريقة اللي كتب بيها، ورواياته اللي هي يعني حللت وشرحت الفاشية، صعود الفاشية في ألمانيا، أظن بيغير الأدب لكن بطريقة خفتة وبطريقة متوارية وغير واضحة. إذا لم تكن رولا الرواية أداة تغيير، ما بعرف شو رأيك، يمكن توافقين؟ لا، ما هي أداة تغيير الرواية طبعا، هذا هدفها الأساسي أصلا التغيير. روح العم توم لهاري هل هي أيضا نضيف إليها جدا يعني. هي عملت ثورة الزنوج. نضيف إليها أنها أداة مقاومة أيضا من خلال عنا محمود درويش، يعني شاعر كبير خدم القضية الفلسطينية أكثر من جامعة الدول العربية نشرها للعالم. يعني مفهوم المقاومة مختلف عن مفهوم التغيير، يعني الكتابة من وجهة نظري هي فعل احتجاج، هي فعل مقاومة بطبيعتها، بتستفز المشاعر، لأن لو أنا راضية عن كل اللي حواليا وعن العالم حواليا مش هكتب. يعني الكتابة أظن أنها والدة القلق والرغبة في التغيير. هي عموما أدب المرأة هو دائما أدب ثوري، لأنه المرأة بتثور على حقوقها المهضومة، وبتثور على أوضاعها. أنا في رأيي أنه أدب المرأة عموما بصفة عامة هو أدب ثوري. يعني وكيف تقيمين أدب المرأة السعودية؟ والله شوفي، جات فترة من الفترات يعني كل البنات بيكتبوا، يعني ما أصبح في فصل بين الحكاية والرواية. كل عندها مثلا قصة فاشلة عاطفية تروح حطها وكتب رواية، في عندها مشكلة مع زوجها مع ابنها حطها وفكرها رواية. يعني صدرت في سنة من السنين يمكن حول أكثر من يعني مهزلة، كلها ترمت في الزبالة طبعا. لأن في النهاية لا يبقى إلا الأدب الجيد هو الأدب الخالي، من حق كل إنسان أن يكتب، لا حق كل إنسان، لا يبقى إلا الأدب الجيد هو الخالد. يعني أنا أرى أنه من حق كل إنسان أن يكتب، هو الذي يقرر إذا كانت رواية جيدة أم لا. لا معليش، بس أنا عشان أكتب لازم أملك لغة طبعاً. لازم أملك تكون يعني قد نكتب يعني قد يكتب الإنسان العادي أكتب بلغة طبعاً. عمية وما أفقه حتى معنى التفسيرات وأحطها وأدفع فلوس لدار نشر عشان تطبع لي، هي دي إساءة للثقافة السعودية. ولكن اللغة العامية باتت تستخدم، لكن هي تستخدم في الروايات. أنا من المدرسة اللي أستخدم اللهجة العامية في الحوار، في الحوار أنا فقط. في الحوار فقط، لكن ليس في السرد. ولا أنا فقط في الحوار. أنت مع ديمقراطية الرواية؟ نعم، أنا أرى أنه من حق الإنسان أنه يكتب حتى لو كان الأسلوب بسيط، حتى لو كان يعني من حقه أن يقتب أن يعبر. قد يأتي موهبة، قد يأتي يوم لازم، وقد يأتي يوم الموهبة. ويتحسن هذا الشخص، لا مش ينشر رغبة في القراءة والكتابة يعني. أما أن نحصر العملية الكتابية، كتابة الرواية دي ملكة والله. أما أن نحصر العملية الكتابية في أشخاص معينين أو في لغة معينة، إذا كان الآن الغرب يتجهون إلى دراسة اللغة المنطوقة، يعني اللغة المكتوبة. أنت بدأت بحديثك في بداية الحلقة بالقول إنك تكتبين رواية عن الحرب في اليمن، وهناك يعني أدب اسمه أدب الثورات وأدب الحروب. نختم هذه الفقرة به، وأنت تأتين من دولة حرب، وأنت عرفت عن نفسك بأنك روائية، وعلى هذا الأساس أنت ضيفتنا. أدب الثورات، هل نحن دخلنا في صدده؟ هذا المصطلح أعتقد أنه مصطلح عائم، أدب الثورات. لا يوجد هناك أدب ثورة، الأدب في ذاته أو الرواية في ذاتها هي ثورة، في ذاته ثورة، ليس هناك خاص بالأدب الثوري أو الأدب الثورة. الكتابة في ذاتها هي ثورة، يعني مثلا قالت منصورة بدأت تتابع، يعني ترصد من 2011 ما هي التغييرات، لأنه حصل تغيير جذري في المجتمع، هل انعكس على روايتنا؟ أكيد أنه أي تغيير في المجتمع ينعكس في الكتابات مهما كانت. وأنا قد قلت ليس هناك أدب ثورة، لأن الكتابة في أصلها ثورة، والكتابة الأدبية والروائية هي ثورة لتغيير الواقع وللتنوير بشكل عام.
سهير السمان شكرا لك. نحن يعني سننتقل إلى الفقرة التالية مع ضيفنا أحمد ناجي وهو كاتب وروائي وصحافي مصري. تعرفينه؟ نعم. تعرفي قصته؟ كنت أتناقش معه الآن وتعرفت عليه فقلت له يعني ما هو الشيء الموجود في روايتك ليصادروها ويحكموا عليك بالسجن؟ لكي تسجن. لكي تسجن. نعم. صفة ما في عندنا حرية. وسألته هل الكلمات الموجودة في الرواية خادشة للحياة؟ أليس هناك في كتب التراث أيضا كلمات موجودة خادشة للحياة؟ لا تقولي لنا ما هي إجابته لأننا سنستضيف ونستمع إلى هذه الإجابة. ولكن بعد يعني إضاءة صغيرة على شخصية روائية من لبنان اسمها علوية صبح، وهي أيضا كتبت روايات قيل إنها في مضمونها جريئة، ولكن يعني مضمون الجرأة سيكون في فقرتنا التالية. أين نتجرأ؟ ما هي حدود الجرأة؟ وأين هو خدش الحياء وما إلى ذلك؟ شكرا لك سهير السمان على المشاركة معنا. أنت من اليمن ونتمنى أن نلقاك في حلقات مقبلة في دنيانا أيضا. أهلا بك. إن شاء الله. أهلا. لما بكون عم بكتب ما بيكون براسي جمهور ولا بيكون فيها براسي قارئ، بيكون كل هيسي انه عبر عن ذاتي. بكتب بحرية مطلقة لانه ما في ادب بدون حرية. بكتب بلا كفوف لعري ذاتي، عري المجتمع. كل رواياتي منعت في الكثير من الدول العربية. أنا ما بدي راقب حالي، ما بدي حط رقابة على حالي، ما بدي فكر بالرقابة. بتستغربي إذا بقلك قديه قارئات وقراء بتقلي مثلاً أنا مريم بمريم الحكاية، أو أنا ابتسام، أو أنا ياسمين. الرجال بقلي أنا مثلاً كمال، بدنيا نفس الشيء باسمه الغرام، لأنه شخصياتي تحولت للحم ودم وشخصيات حية، لأنه هالقد فيها شيء حقيقي، هالقد فيها شيء صادق، هالقد فيها مواجهة مع المجتمع ومع الذات وكشف للذوات، للعلاقات بين المرأة والرجل، علاقة المرأة بجسمها. أنا وعم فكك الشخصية أو عم ببنيها أو عم بخليها أشوف كيف تتحرك بالحياة أو بالحب أو بالزواج أو بأي شيء، كنت حس إنه الكتابة عم تجرني للكتابة عن الجنس أو عن الجسد، للإضاءة، للكشف، مش لحتى أنا يعني أنه هادفي أني أنا أزب القارئ، يعني منا مبتذلة بقدر ما هي إضاءة للمعرفة، بقدر ما هي بتفتح أبواب لمعرفة علاقة المرأة بنفسها. قلت مرة لسعاد ونحن نحكي عن عضو المرأة حين ولدت ابني أحمد أنه ليس تمة أمومة وحب في معزل عنه. عندما أقف عارية وأتطلع إليه أرى أنه مصدر أمومتي ومصدر الغرام، مصدر الضوء والدفء والمشاعر. يعني كانت هذه مقابلة سريعة مع روائية لبنانية علوية صبح. بعد نرحب فيك أحمد ناجي، أنت كاتب وروائي وصحافي من مصر. قلنا يعني قبل ما تدخل أنه أنت اتهمت وحكمت بتهمة خدش الحياء العام وبقيت سنة في السجن وقضيتك لم تنتهي. مظبوط. ما هو خدش الحياء العام؟ يعني هي الرواية التي أثارت الجدل كان عنوانها؟ الرواية كان عنوانها استخدام الحياة. نعم. هو خدش الحياء العام أنا مش عارف يعني بحاول أعرفه حتى الآن. ما 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 قالوا لك يعني أين خدشت الحياء؟ لا 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 يعني حتى حاسيات الحكم الإدانة الأولانية كان في كلام عام كتير جدا، وده السبب اللي علشانه بعد كده محكمة النقض يعني ادتنا براءة وأمرت بإعادة المحاكمة، ورجعنا تاني قدام محكمة الجناح اللي بدورها أحالت القضية لمحكمة الجنايات، وفي انتظار تحديد ميعاد قصاد محكمة الجنايات. هي رواية تتحدث عن مدينة القاهرة وتحولها الاجتماعي،
في الفصل الخامس ربما هو الذي أثار الإشكالية، تروي في كتابك حياة مجموعة من الشباب الجامعيين في العشرينات، وتصف فيها تصرفات داخل شقق المغلقة لها علاقة بالجنس والمخدرات. ما يعني هل هذا خارج المألوف؟ ده غير صحيح. ده غير صحيح. الرواية ما فيهاش جنس أصلا، كلها فيها كلام عن الجنس، بس حتى مشكلة مش في الجنس. أنا مش زي القدامى، ما بواجهش حد وما عنديش صراع مع المجتمع، فأنا أصلا لا بكتب لا في السياسة ولا في الدين ولا في الجنس. هذه التبوهات الثلاثة ما ليش أي علاقة بيها خالص. طب على أي أساس؟ لا الرواية ما فيهاش كلام عن التحولات الاجتماعية. أنا معظم شغلي ما فيهوش تاريخ اجتماعي، يعني ما بتكلمش بقى اللي هو وسقط الحلم العربي وعبد الناصر وكلام، ما عنديش الكلام ده خالص. والدين بعيد تماما عني، والجنس يعني هو ما كانش مشكلة في الجنس. لماذا بقيت عام في السجن وأنت الآن؟ والله ما أعرفش، يعني أنا مش عارف. أنا نفسي حتى كيف كان تهمة السجن؟ احنا تم توجيه التهمة لينا، رحنا حضرنا قصاد المحكمة، محكمة أول درجة قامت بتبرئتنا، محكمة الجونة استأنفت النيابة، رحنا قصاد محكمة الاستئناف، القاضي كان له رأي آخر فحكم بسنتين، قضينا سنة سجن، وبعدين النقض قالت إنه بريء فطلعنا، وعند الوقت واقفين تاني قدام محكمة الجنايات. وكيف كانت تجربة السجن؟ حاجة وحشة طبعا. موضوع يعني رواية جديدة؟ مش عارف، ممكن تبقى موضوع رواية جديدة، ممكن لأ، بس حتى الآن مش عارف. منصورة، يعني هل ضاقت المساحة في استخدام بعض التعبير وفي التعبير عن وقائع يعني نعيشها ليس من وحي الخيال؟ يعني أظن أن موضوع أحمد كان سابقة، يعني بالنسبة لنا يمكن لما أحمد كان بيحكي كنت أنا وإنت ونائل الطوخي كنت بتحكي لنا وقائع أول جلسة محاكمة، أنا ونائل كنا بنضحك، يعني ما كناش واخدين الموضوع بجدية، مش متخيلين إنه هيحصل. كان بعد ما صدر حكم بالسجن؟ لا كان في البداية خالص، في المراحل الأولى، يعني ما كناش واخدين الموضوع إن في كاتب هيتسجن عشان كتب رواية أو عشان نشر فصل من رواية. فالموضوع كان غريب كله على بعضه، وكان مفاجئ للجميع. وأظن أنا بالنسبة لي حتى يمكن أحمد ما يعرفش ده، أو بعد الحكم على أحمد أنا كنت طول الوقت عايشة في كوابيس، يعني مش من خوف، لكن فكرة إن الواقع نفسه تحول إلى كابوس، إن زميل وصديق بيتعرض لحاجة بموقف زي ده في اللعبة. ليس فقط لأنه زميل وصديق، ولكن ألم ككاتب ألم طبعا المبدأ ألم طبعا المبدأ ألم تخافي على مساحة حرية التعبير؟ بصي، هو في مصر حصل حالات كتيرة جدا، يمكن من التسعينات أزمة الثلاث روايات، وقبلها وليمة الأعشاب البحر. اللي أنا فاكرة إن مع كل حادثة من دول كان بيحصل إن سقف الحرية بينزل شوية، مش بالنسبة للكتاب لكن بالنسبة مثلا هيئات النشر العام. يمكن بعد الوليمة، أزمة وليمة الأعشاب البحر وأزمة الثلاث روايات اللي كانت في حصل المصادرات وقتها، أصول الثقافة، هيئة أصول الثقافة بعدها بدأت تدور، يعني شالت معظم رؤساء التحرير اللي كانوا مسؤولين عن نشر الكتب دي، وسقف النشر هناك افتكر ان هو كان انخفض جدا. معرفش هل ده بيأثر على الكتاب بشكل فردي ولا لا، لكن بيخلي الناشرين احيانا يخافوا، يفكروا اكتر من مره قبل نشر كتاب جريء. وانت لانه انت لديك تجربه ايضا في المنى القدوس، انه كتب بيقول انه في حوار من حواراته انه توفيق الحكيم كان بيكتب في الجنس، وطه حسين كان بيكتب في الجنس، لكن هو علشان استمر يكتب في ارتبطت رواياته بالجنس انه هو دفع الثمن وهم تراجعوا. يعني انا في رايي انه دائما الاديب ما لازم يخاف. يعني انا بعد ما روايتي اللي عملت ضجة، وكان ممكن أنا كنت في أيامها في السعودية كان ممكن أن أعاقب عليها قبل، لكن ما توقفت، كتبت عن زواج سنية بشيعي، كتبت. ولكن أنت منعتي من السفر، منعتي من الكتابة. طيب. سنوات عدة. أي لكن لو أنا زرعت الخوف جوايا ما كنت استمريت وكتبت عن قضايا شائكة. ولكن ما هي المشكلة في نساء على خط الاستواء؟ لا، هي بعد نساء دخلت بالسواء جت ملامح كانت أعنف. على أعنف. أي رواية أنت لحقتي؟ يعني جري الضجة ومناتي من السفر. لا لأنه النساء دخلت بالسواء كانت صدرت قبل الإنترنت وقبل
التويتر وقبل السوشيال ميديا، فشيء طبيعي أنه كانت الصدمة شديدة. لكن حتى في ملامح، بس ملامح كنت كتبتها وأنا في لندن زي ما قلت لك، ما كان فيها حتكون لي ملاحقة، لأني كتبتها بتشبع حرية كاملة يعني. وهل ما اكتفيت وأنا كانت تجيني تليفونات يشتموني يقفلوا فجأة السماعة، يعني ألفاظ لا تتخيليها يعني. لكن ما همني، واستمريت وكتبت عن السنة والشيعة وعلاقة الزواج السنية بالشيعة، وكتبت عن. هل كانت على صلة بهذه الإشكالية يعني ملاحقتك؟ ما زالت لغاية اليوم كتب ممنوعة من التداول في السعودية. السنة هذه بس مع الانفتاح والتحجيم رجال الدين ووضع المجتمع، دخلت كتب معرض الكتاب في جدة. أحمد رح نسمع رأيك رولا، ولكن أحمد أنت يعني الآن مستمر في الكتابة أم متوقف؟ شخصياً يعني كسلوك شخصي طبعاً مستمر في الكتابة. وهل تمارس الرقابة الذاتية؟ أنا أمارس الرقابة من زمان طبعاً الذاتية. أنا ابن جيل طلعت، كان في واحد زي نجيب محفوظ بيضرب بسكينة في رقبته، كان في واحد زي سلمان رشدي متمنع. فطبعا انا ككاتب بمارس الرقابه الذاتيه من اول ما ابتدي، وفترات طويله، وحتى الان بكتب كتير تحت اسماء مستعاره على الانترنت. فطبعا بتمارس الرقابه الذاتيه في روايتك. في الروايات بحاول، بس هاتي انت حتى لو مارستي اقصى حريتك، هي زي ما قالت سلمان منصوره، انت بتصطدم دايما بسقف الناشرين. السنه دي مثلا في عندنا ناشر مصري منزل ألف ليله وليله بطبعه بيقول انها الطبعه الكامله، هم شايلين مش بس بقى ده الجديد، ان هم ما عادوش بيشيلوا الالفاظ، بقى بيحطوا هم الفاظ من عندها يعني بيوت الشعر، لانه لما بتشيل كلمه البيت بيختل، هو بقى محاطط كلام من عنده. لا كل اللي موجود دحين منقح. ففي في في مساله انه حتى انت لو سبت حريتك ككاتب، فالفرص اللي متاحه ليك في كناشر. علاء الأسواني نشر روايته اللي هتصدر في فبراير الجاي في بيروت مش القاهرة، وأظن أنه هو اضطر لده. طبعا كل الدار أولا نشره الأساس اللي هو الشروق يعني ما رضاش يتحملها، وكل دور النشر المصري. بس أنا بتصور أنه أي كاتب يضع رقابة ذاتية على شخوص رواياته، يعني أنا أحط تحتها ثلاثة خطوط، لأني أؤمن بأنه أنت لما تعمل رقابة ذاتية على شخوص رواياتك أنت كده بتقيدهم وبتمارس عليهم سلطتك. ولكن هم كيف ملاحقة سير برضو هم يهم يعملوا اللي يبغوا يعني. ولكن إذا في ملاحقة وسجن طعن بالسكين بده يتعذب وبده هذا، أنت ما رأيك يعني؟ أنا ضد تقييد الكاتب. أنا مع حرية التعبير. هل هناك رقيب ذاتي داخلك؟ ما بقدر أتخلى عن عاداتي 100% وتقاليدي يعني. أنا بحاول أتحايل على اللغة أو أغير بالتدريج، لكن إني أبعد تماما عن عاداتي وتقاليدي لا، صعب أتخلى عنها تماما يعني. لا نتحدث عن العادات والتقاليد، ولكن كرقيب من ضمن ما هي ممكن تكون رقيب يعني، برضو مجتمع يراقبني، عرفتي؟ هذا بالنسبة للمجتمع. مثلا أنت ما هي القضايا التي تتجنبيها؟ يعني بصراحة مواضيع الجنس ما بتعمق فيها أنا، وهناك فرق بين الرواية الجنسية أو التي تثير الغرائز. صراحة بيكون هدفها إثارة الغرائز، هناك من كتب من أجل إثارة الغرائز ثم الشهرة. على وجه صبح تقول ليس هدفي أن أبيع أكثر، أنا لا أفكر إلا بما أريد أن أكتبه ولا أفكر بالبيع. ماشي، ليس الجميع. أنا أقول لك هناك من كتب من أجل الشهرة أو لفت الانتباه أو الجنس واجب تتجنبيه. أنا نعم. ماذا أيضا؟ يعني أنا يعني السياسة كتبت فيها، يعني حتى الدين بتجنبه والجنس بكل صراحة يعني. يعني كأننا نلعب بالنار عندما نتطرق يعني حتى إلى الأمور الدينية الآن. العمل الروائي يعني ما بتعمق فيه أنا، ما ممكن يعني أحكي بس من بعيد، عرفتي كيف؟ لأنه هناك يعني تقليد عن تابوهات ثلاثة، الجنس والدين والسياسة. طيب ندى، أنا عندي اعتراض يعني فيما يخص موضوع الجرأة. يعني بلاحظ أن معظم الكلام بيكون عن الجرأة فيما يخص التابوهات الثلاثة، أو يعني عن الجنس، أو خاصة الجنس والسياسة مثلا. أظن أن الجرأة كمان فيما يخص الفن والرواية فكرة التجريب، أن الجرأة على الشخص يقدم رواية إشكالية تقنيا من ناحية اللغة المستخدمة، طريقة تصويره للشخصيات والزاوية اللي تبص منها. مش بالضرورة يكون الجرأة بس محصورة في التابوهات الثلاثة أو من ناحية الرقابة بس.
يعني الجرأة ممكن تبقى أوسع من كده بكتير، لكن أظن إن هي طول الوقت عندنا، ويمكن حتى برة لما بيجوا يتكلموا عن الجرأة بيقرنوها بس فكرة الرقابة أو ولكن عندما نتحدث عن خدش الحياء العام عن ماذا نتحدث؟ لأنه أغلبية الملاحقات يعني إذا لم تكن ملاحقة مباشرة كما حصل مع أحمد قد تكون تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بشوف كلمة خدش الحياة العام دي كلمة مطاطية وبتتغير من وقت للتاني وبالمجتمع للتاني. بالزبط. هل أنت فهمت ما جرى معك؟ لا، لأنه أنا تاني ما كانتش عندي سجن ولا حد حقق معك وقال لك شو التهمة. المشكلة كانت أنه اعتراض على ألفاظ ما تقليش حتى الآن إيه الألفاظ دي. تمام. وزي ما كان كلمه المشكله الكلام عن الجنس في الادب العربي ما هوش تابو، ولا الكلام على السياسه تابو، ولا الكلام على الجنس تابو، لكن الكلام عن الميثولوجيا الدينيه تابو. يعني انا ممكن اكتب روايه فيها امام والامام ده مش عارف، ده كلام عادي. لكن التابو لو انت ابتديت تكرر في الروايه او عمل فني تناقش الميثولوجيا الدينيه، يعني تصور الدين عن الميتافيزيقيا، هنا خط احمر وهتتعدم على طول، زي ما حاله زي نجيب محفوظ عمل تناص مع الميتافيزيقيا. في الجنس نفس الحكايه، المشكله مش انك تكتب جنس، تمام، المشكله في استخدام كلمات معينه محظور استخدامها من الجنس. ايش هدفك؟ تمام. استاذ عبد الله صبح ما بتكتب روايات مليانه جنس وامراه جميله، بس هو ايه ده يعني هي تقول كتبها ممنوعه في غالبيه الدول العربيه. يعني استاذه ما مش موضوع دلوقتي، انا بتكلم على انه الكتاب عن الجنس مش هي التابو، مش قضيه يعني، مش الطريقه اللي بتكتب بيها عن الجنس. تمام. بمعنى انه مثلا سواء على مستوى اللغه وعلى مستوى طبيعه العلاقات، مسموح لك انت جميل او كاتب جميل وكاتبه جميله وبيسقفوك وتتكلم عن الحريه، انا تكتب عن جنس من راجل وست. الادب العربي كله ما فيهوش غير النوع ده من الجنس، واضح. تمام. مع ان احنا عارفين طبعا في انواع مختلفه من الجنس، لكن هو الادب العربي ما بيكتبش على ده. فنمره اتنين، هو مش عناوين عريضه بتاع الجنس تابو وبتاع، لكن طريقه تقديمك والمنظور اللي بياخده الكاتب هو ده اللي بيبقى صادم. المناخ. تمام. فحاله الكاتبات السيدات دايما بيبقى الصادم مش ان هم بيكتبوا عن الجنس، ان هم امراه وكاتبه عن الجنس، وهنا بيتم تصدير الكاتبه كتمثيل للمجتمع، وبالتالي المجتمع والدوله بتاخد خطوه انها تفرض وصايا، زي في حالة أستاذة زينب وزي أيوة في حالة مجتمعات أيوة تانية. أحمد، بس المناخ يختلف. يعني اليوم الكتاب النساء عند خط الاستواء عادي. بالضبط. ليه؟ لأنه المناخ اختلف. طبعا. الانفتاح على العالم والتويتر خلاص غير كل شيء. ورغم ذلك المنع ما زال موجود والملاحقة القضائية. أنا بتكلم عن بلدي يعني. بالنسبة لكتبي، أول سنة تدخل في معرض الكتاب وأول مرة يحتمل دخولها، ده أنا بالنسبة لي يعني شيء يسعدني جدا. تطور. يعني معنى ذلك في تطوير في الداخل. تطور. يعني دايما أنا بعتبر ربما هناك تناقضات في المشهد. لا، مو تناقضات، اختلاف في السياسة، اختلاف في السياسة ومع المجتمع، اختلاف هو ده اللي أدى في خلينا بس نحدد أنه في وحش في الغرب. هي الرقابة دي ما هياش كائن هيولي كده، مش حاجة غائمة ماشية، في سلطة، السلطة دي بتبقى معاها قوة، ولما السلطة دي تبقى قوية مستنيرة بتحدد ايه هي المقاييس الرقابية بتاعتها. بالزبط. تمام. ففي حالة زي السعودية كان في مؤسسة دينية، مؤسسة قوية جدا وجزء طيب. حاكم، وحاليا هذه المؤسسة تعرض لتهميش، فطبيعي نفوذها بيقل. تمام. هنا في مصر نفس الحد. لا، وفي حركة تنويرية جديدة اليوم في السعودية بلا شك. يعني ما الحركة التنويرية دي خارجة عشان في سلطة بتدعمها. أيه؟ تمام. اللي هي السلطة السياسية. بالضبط. يعني أنا ففي النهاية هو صراع بين سلطتين، أول سنة تحتمل وهي السلطة الحاكمة في المجتمع، وعلى حسب مقدار نفوذها هي اللي بتحدد إيه اللي يتمنع وإيه ما يتمنعش. كتبي تنزل المعرض. ما هي يعني السلطة الأكثر ترهيبا للروائي؟ هل هي السلطة المجتمعية؟ هل هي السلطة السياسية؟ طبعا تجربتك واضحة، ولكن دخل المجتمع بالسلطة معك. يعني تعددت مصادر، في عدة حكام. أنا في رأيي الرقابة المجتمعية هي الأقصى والأكثر. الأقصى. وأنت حصلت شكوى بالنسبة لك كتابك فتحرك القضاء. مظبوط. بس مثل هذه الشكاوى بتقدم عشرات زيها ضد كل الصحفيين، لكن في النهاية الجهة القضائية، القانون هنا في مصر أوقف قضايا الحسبة، ما عادش زي الأول، دي ما هيش قضية حسبة. أنت بتروح تقدم شكوى
وجهاز النيابة العامة إذا رأى فيها بيقوم حلها للقضية. يعني أنت ممكن تدخل سجن بعد، يعني لم تنتهي القضية. طبعا لسه عندنا جلسة قدام محكمة الجنايات. لا إن شاء الله ظلم والله، يعني مش معقول نوصل لهاي المرحلة برضه. يعني المفروض يكون في حرية، هو حر يعبر. منصورة، موضوع تطويع القلم، يعني نحن نتحدث عن مصادر متعددة للقمع، ولكن كنت أحكي فيه أنا قبل شوي. الهدف هو تطويع القلم، أي ما رأيك؟ يعني عن نفسي بحاول طول الوقت وأنا بكتب ما بفكرش في أي حاجة تانية، يعني ما بفكرش في القارئ، ما بفكرش هل اللي بكتبه صعب أو غير مفهوم أو لا كده. يعني لا لشيء إلا لأني لو انشغلت بأي حاجة برا النص اللي بكتبه ما بعرفش أكتب. صحيح. كمان عندنا في الوطن العربي في تعدد يعني مصادر وأنواع الرقابة. في بعض معارض الكتب العربية بتصادر لمجرد العنوان. صحيح. كان معرض عربي صادر رواية المشيمة علشان عنوانها معبد الفجر، زي يبقى في معبد، يعني في احيانا بيبقى السقف واطي جدا، فلو معقول. الكاتب قاعد يفكر في ايه اللي ممكن يترقب وايه اللي ما يترقبش مش هيعرف يكتب. يعني طبعا يعني الموضوع صعب، بس يمكن على الاقل يبقى في محاولات للقهر ده. على كل الوقت انتهى الموضوع، نقاشه يطول. شكرا زينب حفني من السعودية، منصور عز الدين من مصر، رولا خالد غانم من فلسطين، وأحمد ناجي من مصر. شكرا على المشاركة معنا، وإلى اللقاء مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من دنيانا الأسبوع المقبل.